مسألة توزيع قطع الأراضي بالنسبة للموظفين والشهداء في بغداد، وخاصة بغداد يعني اليوم أين وصلت مع يعني احنا الان نفرز الاراضي ضمن التصميم الاساسي وايضا ضمن التخطيط العمراني، ولكن نحتاج الى ان يكون هناك توحيد الصفوف بين المحافظه والامانه ووزاره البلديات والاسكان لتخصيص هذه الاراضي. نحن صرحنا من البدايه على انه لدينا اراضي نريد ان نعطيها لمعالجه ازمه السكن، ولكن يجب ان تعطى بشكل منظم، لا تكون عشوائيه وغير مدروسة. نحتاج إلى دراسة واقعية لكل الاحتياج لكي نستطيع أن نخصص الأراضي، نوفر التخصيصات، نعرف الجهات أو المواطنين المستحقين أو الشهداء، الفقراء، الصحفيين، الإعلاميين، الجرحى، أو الشهداء، السجناء، كل هذه الذين يستحقون أن يكون لهم حق كما كفله الدستور وهو حق السكن.